السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة في أسعار البن بمصر 10% وتراجع بالمخزون بالأسواق، قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي إن أسعار البن في مصر شهدت ارتفاعا بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة 10%، ويتراوح سعر كيلو البن السادة حاليا بالأسواق بين 140 و160 مقابل 120 و140 من قبل، وسعر البن المحوج يتراوح من 170 ل200 جنيه مقابل 150 ل180 قبل. وأرجع فوز ارتفاع الأسعار إلى شح مخزون البن بمصر خلال الفترة الحالية مما دفع الأسعار إلى الزيادة، وأرجع رئيس شعبة البن شح مخزون البن إلى عدة أسباب، أولها زيادة أسعار البن العالمي منذ أواخر العام الماضي بسبب المشاكل المناخية التي يتعرض لها محصول البن البرازيلي، بالإضافة إلى أزمة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد البن من الخارج، وزيادة أسعار الشح التي قفزت بشكل كبير وطول مدة وصول الشحنة بسبب أزمة سلاسل الإمداد. وشهد محصول البن البرازيلي تراجعا بالكميات نتيجة التغيرات المناخية التي سببت تلف في جزء كبير من المحصول، ولتعويض زراعية شجرة واحدة للبن يحتاج الأمر إلى عامين لإنتاج محصول. وكان البنك المركزي أصدر قرار خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات وتفعيل ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي بحسب بيان البنك المركزي. وبحسب فوزي لتستورد مصر من استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، اندونيسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا. وذكر رئيس الشعبة ان مصر تعتمد في استيرادها على البن البرازيلي على نسبة كبيرة من الاستيراد من الدول الاخرى، معتبرها من اكبر الدول المصدرة للبن على مستوى العالم، ولكن هناك ارتفاع في الاسعار العالمية بشكل عام للبن في كافة البلاد، ففي حالة الاستيراد من البلاد الأخرى سنواجه أيضا زيادة في الأسعار البن. وأعلنت صحيفة ويل ستريت الأمريكية تراجع المعروض من محصول البن على مستوى العالم، والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار البن لأعلى مستوى لها. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.